التقي الذي يراعي جانب الله عز وجل، يتحرى فعل الصلاة في وقتها وفي مكانها المعد لها وهو المسجد. ولذلك علينا أن نؤديها في مكانها، فصلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته ب27 درجة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: ولقد رأيت، ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الصلاة في الجماعة مستدلين بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر ورد في كتاب الله عز وجل، والأمر عند الأصوليين في الأصل يدل على الوجوب. وقيل إنه إذا ورد في كتاب الله عز وجل كذلك أنه يدل على الوجوب، فهو أمر وورد في كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول بعض الناظمين مبينا خلاف العلماء في الصلاة في الجماعة: قل إن الصلاة لكل إن الجماعة لكل رجل ذي قدرة واجبة للحنبلي ولأبي ثور وداود عطاء الفذ لا تجزئه إن فرط. هؤلاء الأئمة الكبار قالوا إن الفذ المفرط في الصلاة في الجماعة أن صلاته لا تجزئه. ولذلك علينا عباد الله أن نؤدي الصلاة بخشوعها بركوعها في بيت الله عز وجل في المكان المحدد لها، حتى نكون من عباد الله المؤمنين الذين يستحقون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. بل بعض السلف إبراهيم بن الحسين قالوا عنه إنه سمي الصفية لملازمته للصف الأول في مسجد الكوفة 60 عاما، هو يصلي في الصف الأول حتى صار ينسب ويعرف بالصف لملازمته للصف الأول. فعلينا أن نكون أن نجعل هؤلاء السلف قدوتنا، وأن نأتم بهم ونقتدي بهم في المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها.